حرب التسريبات يا جماعة مستمرة وما نفهم صراحة منتهاها وين، يعني وين راح توصل وتوقف، لكنها حرب في عمقها خطيرة وغير مألوفة. من عرف مصدرها منه؟ هذا المصدر اللي يملك هذا الكم الهائل من التسجيلات، وليش يختار التوقيت بمنتهى الدقة وبهاي الطريقة الغريبة، وشنو يريد يوصل، ما هو المبتغى وما هو الهدف؟ ما هو واضح انه الهدف من التسريبات هي شخصيات حكومية وممارسة المزيد من الضغط على الحكومة. الغريب ايضا انه هاي التسريبات متقنة الى حد كبير يكشف عمق الخلل في النظام السياسي العام برمته. مثلا تسريب حيدر حنون اللي انتهى بعزله، من ثم اجى وراه تسريب مدير عام الضريبة اللي موجود الان بالسجن، وبعدين تسريب رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل اللي راح برجله يوم امس للقضاء حتى يدون اقواله بدعوى رفعت ضده من قبل نواب. وبعد تدوين اقواله امر القاضي اولا بالتحفظ عليه واحتجازه على ذمة التحقيق بحسب مصادر، وبعدين اخلى سبيله بكفاله يقال انه هي 50 مليون. شنو اللي تحدث به عبد الكريم الفيصل؟ خلينا نسمعه. ابو طه حبيبي مو مهتدي في الشغله، خليني اتعب واركض بيها وبالتالي يجيب لي بس مليون دولار، وتروحون تنطون للوزير مدري كم مليون. اي لا 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 عرفت انا عرفت. اي عادي مو مشكله، خلاص شوفوا لكم اي معمل وسوي دراسه عليه وضبط امورك، وانا اطرحه كفرصه استثماريه للسيد رئيس الوزراء. اي وانا ارتب لكم زياره للوزير، وانا ارتب وياه وادخل عليه، لان لان ابو مصطفى عنده توجيه على القطاع الصناعي. بس كون شغله تسوى وبيها فائده زينه. يعني موجود عندك. بدراسه جدوى؟ خلاص. الرجل يتحدث هنا عن رشوة تلقاها هو ووزير لم يذكره أي وزير بملايين الدولارات، ويعترض على حصته اللي كانت مليون دولار بس، ويقول انطيتوا للوزير ملايين وانطيتوني مليون بس يعني فقط. الحكومة نفت نفي قاطع أن يكون هذا التسجيل بصوت عبد الكريم الفيصل، وقالت أن الصوت مفبرك بعد ساعات من نشره أو انتشاره. وكذلك هو بنفسه عبد الكريم الفيصل صدر بيان وقال هذا الصوت مفبرك وأني راح أتوجه للقضاء لكي تكشف الحقائق. النتيجة هي أن التحقيقات الأولية تقول أن الصوت مطابق، لذلك أمر القاضي بحبسه على ذمة التحقيق ابتداء، ومن ثم أطلق صراحة مثل ما قلنا بكفالة. طيب خلينا نفترض يا جماعة أنه هذا مو صوت عبد الكريم الفيصل رئيس هيئة المستشارين، ولا ذاك صوت مدير عام الضريبة علي علاوي، وحتى صوت حيدر حنون خلينا نفترض أنه هو مو صوت. أنا ما ذكرت أكو هواية تسريبات لشخصيات عامة أخرى قاعد تطلع تباعا بطريقة تدعو إلى الريبة إلى الشك، ما هي الأهداف. لكن خلينا نفترض كل هذني الأصوات هي مفبركة، ذكاء اصطناعي، أي شيء آخر، لكن خلينا نسمع هذا الصوت يا جماعة ونرجع نسولف. السلام عليكم دكتور رئيس، شلونك؟ والله ما أردت أقول لك على هذا الموضوع لأنه مو وقته بهالمعمع هاي، بس أنا حكيت لك مرتين ثلاثة على الأوقاف، لما حكيت لك تلميح، العرب تقول التلميح خير من التصريح، أنه دي يصير شغل على الأملاك وعلى وأنا وقفتها، والله وقفت الهدر ومنعت أي شيء يصير من خلال هذا الرجل الدكتور صديق اللي موجود حاليا على استثمار والإجابة مشعان. سمعت أكو تحرك من أجل ابن محمود، إذا أجى ابن محمود بما معهود عليه هذا الولد عبد الباسط، أنا أقول لك دولة الرئيس معناتها راح ننفضح بالوقف فضيحة لا مثيل لها. يعني أنا إذا استلم هذا الاستثمار يعني بس يعني بيناتنا أنا مضطر أطلع بيان أقول أنا ليس لي أي دخل ومشعان ما لي أي وأرفع إيدي وأنا ما لي دخل بالموضوع الوقف حتى أبين للجمهور، لأن أعرف أنا راضي بذمتكم، راضي بذمتكم. هذا الصوت وهاي الخنة اللي نقولها بالعراقي هو مو صوت خميس الخنجر؟
اكو ذكاء اصطناعي بالعالم يقدر يسوي هاي الخنه ويضبطها 100% بهالطريقه؟ اكو واحد يخن بهاي الطريقه غير اخونا ابو سرمد خميس الخنجر؟ السؤال اللي لازم نطرحه قبل لا اطرح هذا السؤال، خليني اقول انه هاي بصمه صوتيه مرسله الى هاتف رئيس الوزراء يا جماعه. السؤال اللي لازم نطرحه، شنو موضوع التسريبات؟ وهل اكو تسريبات اخرى راح تطفو وتظهر للسطح بالمقبل من الايام؟ وهل النفي الحكومي كافي لدحض هذا الموضوع؟ وين راح توصل قصة التسريبات؟ ولماذا يتم اختيار هذه التوقيتات بهذه الطريقة؟ وليش كل التسريبات تصل إلى القضاء اللي هو الفيصل النهائي ويتأكد إنه هذا صوته؟